فنانين رحلوا عن عالمنا من عام 2000 حتى عام 2022. إهداء لكل فنان قدم حياته من أجل إسعاد الناس. نقول له بالنيابة عن جمهوره ومحبيه: لن ننساك. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. الفنان أحمد زكي توفي في عام 2005. الفنان نور الشريف توفي في عام 2015. الفنان محمود عبد العزيز توفي في عام 2016. الفنان وديع الصافي توفي في عام 2013. الفنان طلال مداح توفي في عام 2000. الفنانة أمل طه توفيت في عام 2016. الفنان عبد الحسين عبد الرضا توفي في عام 2017. الفنانة صباح توفيت في عام 2014. الفنان رفيق السبيعي توفي في عام 2017. الفنانة وردة الجزائرية توفيت في عام 2012. الفنانة رجاء بالمليح توفيت في عام 2007. الفنانة ذكرى توفيت في عام 2003. الفنانة ربي الجمال توفيت في عام 2005. الفنان الشاب عقيل توفي في عام 2013. الفنان محمد علي قاسم توفي في عام 2016. الفنان مايكل جاكسون توفي في عام 2009. الفنان عبد المنعم مدبولي توفي في عام 2006. الفنان مصطفى متولي توفي في عام 2000. الفنانة شادية توفيت في عام 2017. الفنان محمود مرسي توفي في عام 2004. الفنان ممدوح عبد العليم توفي في عام 2016. الفنانة سعاد حسني توفيت في عام 2001. الفنان سعيد صالح توفي في عام 2014. يونس شلبي توفي في عام 2007. الفنان حسن مصطفى توفي في عام 2015. الفنانة كريمة مختار توفيت في عام 2017. الفنانة فاتن حمامة توفيت في عام 2015. الفنان عمر الشريف توفي في عام 2015. الفنان عبد الله فرغلي توفي في عام 2010. الفنان وائل نور توفي في عام 2016. الفنانة فايزة كمال توفيت في عام 2014. الفنان يوسف فخر الدين توفي في عام 2002. الفنانة هند رستم توفيت في عام 2011. الفنان محمد قنديل توفي في عام 2004. الفنان محمد رشدي
توفي في عام 2005. الفنانة عايدة الشاعر توفيت في عام 2004. الفنان محمد العزبي توفي في عام 2013. الفنانة معالي زايد توفيت في عام 2014. الفنان هيثم أحمد زكي توفي في عام 2019. الفنانة أمينة رزق توفيت في عام 2003. الفنان عبد الله محمود توفي في عام 2005. الفنانة سعاد نصر توفيت في عام 2007. الفنان أحمد مظهر توفي في عام 2002. الفنانة ليلى فوزي توفيت في عام 2005. الفنان محمد وفيق توفي في عام 2015. الفنانة ميرنا المهندس توفيت في عام 2015. الفنان أحمد رمزي توفي في عام 2012. الفنانة سناء جميل توفيت في عام 2002. الفنان إبراهيم يسري توفي في عام 2015. الفنانة زيزي مصطفى توفيت في عام 2008. الفنان فؤاد المهندس توفي في عام 2006. الفنانة مديحة يسري توفيت في عام 2018. الفنان خالد صالح توفي في عام 2014. الفنانة مجد الخطيب توفيت في عام 2006. الفنان كمال الشناوي توفي في عام 2011. الفنانة زبيدة ثروت توفيت في عام 2016. الفنان محمود الجندي توفي في عام 2019. الفنانة هدى سلطان توفيت في عام 2006. الفنان عمر الحريري توفي في عام 2011. الفنان شفيق جلال توفي في عام 2000. الفنانة محسنة توفيق توفيت في عام 2019. الفنان حمدي غياس توفي في عام 2006. الفنانة سناء يونس توفيت في عام 2006. الفنان محمد أبو الحسن توفي في عام 2014. الفنان جميل راتب توفي في عام 2018. الفنانة زهرة العلا توفيت في عام 2013. الفنان محرم فؤاد توفي في عام 2002. الفنان محمد توفيق توفي في عام 2003. الفنانة زيزي البدراوي توفيت في عام 2014. الفنان فاروق الفيشاوي توفي في عام 2019. الفنانة نوال أبو الفتوح توفيت في عام 2007. الفنان وحيد سياف توفي في عام 2013. الفنان سامي العدل توفي في عام 2015. الفنانة فاتن فريد توفيت في عام 2007.
الفنان محمد السابع توفي في عام 2007. الفنان عزة أبو عوف توفي في عام 2019. الفنانة سعاد مكاوي توفيت في عام 2008. الفنان جمال إسماعيل توفي في عام 2013. الفنانة خيرية أحمد توفيت في عام 2011. الفنان حسين الشربيني توفي في عام 2007. الفنانة سعاد محمد توفيت في عام 2011. الفنان محمد نوح توفي في عام 2012. الفنان حسن كامي توفي في عام 2018. الفنان ماهر عصام توفي في عام 2018. الفنان سعيد عبد الغني توفي في عام 2019. الفنانة مريم فخر الدين توفيت في عام 2014. الفنان أحمد راتب توفي في عام 2016. الفنانة برلينتي عبد الحميد توفيت في عام 2010. الفنان طلعت زين توفي في عام 2011. الفنان ممدوح وافي توفي في عام 2004. الفنان طلعت زكريا توفي في عام 2019. الفنان محمود القلعاوي توفي في عام 2018. الفنان عامر منيب توفي في عام 2011. الفنان حسن الأسمر توفي في عام 2011. الفنانة مديحة سالم توفيت في عام 2015. الفنان حمدي أحمد توفي في عام 2016. الفنان صلاح رشوان توفي في عام 2017. الفنانة ليلى جمال توفيت في عام 2014. الفنان أبو بكر عزة توفي في عام 2006. الفنانة كوثر العسال توفيت في عام 2013. الفنان سيد زيان توفي في عام 2016. الفنان حسين الإمام توفي في عام 2014. الفنان سمير حسني توفي في عام 2012. الفنان شريف صبري توفي في عام 2003. الفنانة ليلى فهمي توفيت في عام 2003. الفنان أحمد خميس توفي في عام 2008. الفنان سعد أردش توفي في عام 2008. الفنان سيد عبد الكريم توفي في عام 2012. الفنان سيد عزمي توفي في عام 2011. الفنان شوقي شامخ توفي في عام 2009. الفنان عادل أمين توفي في عام 2018. الفنان محمد متولي توفي في عام 2018.
الفنان يسري مصطفى توفي في عام 2015. الفنان محي الدين عبد المحسن توفي في عام 2012. الفنان جلال عبد القادر توفي في عام 2018. الفنان مدحت مرسي توفي في عام 2018. الفنان مظهر أبو النجا توفي في عام 2017. الفنان فؤاد خليل توفي في عام 2012. الفنان يوسف عيد توفي في عام 2014. الفنان علاء ولي الدين توفي في عام 2003. الفنان شعبان حسين توفي في عام 2013. الفنان محمود أبو زياد توفي في عام 2013. الفنان عثمان عبد المنعم توفي في عام 2004. الفنان السيد راضي توفي في عام 2009. الفنان مخلص البحيري توفي في عام 2001. الفنان فاروق الرشيدي توفي في عام 2017. الفنان خليل مرسي توفي في عام 2014. الفنان محمد نجم توفي في عام 2019. الفنان أحمد عبد الوارث توفي في عام 2018. الفنانة نادية فهمي توفي في عام 2019. الفنان سعيد طرابيك توفي في عام 2015. الفنان غسان مطر توفي في عام 2015. الفنان نظيم شعراوي توفي في عام 2010. الفنان يوسف داوود توفي في عام 2015. الفنان بدر نوفل توفي في عام 2000. الفنان إبراهيم خان توفي في عام 2007. الفنان محمد الدفراوي توفي في عام 2011. الفنان كنعان وصفي توفي في عام 2000. الفنان محمد يوسف توفي في عام 2004. الفنان عطية عويس توفي في عام 2004. الفنان حسن عبد الحميد توفي في عام 2009. الفنانة جمالات شيحة توفيت في عام 2018. الفنان سيد الشاعر توفي في عام 2016. الفنان محمد كامل توفي في عام 2016. الفنان سامي سرحان توفي في عام 2005. الفنان أحمد عقل توفي في عام 2008. الفنان مصطفى هاشم توفي في عام 2012. الفنان حسني عبد الجليل توفي في عام 2001. الفنان محمد درديري توفي في عام 2015. الفنان فاروق يوسف توفي في عام 2004. زوزو حمدي الحكيم توفيت في عام 2003. الفنانة رجاء سراج توفيت في عام 2009.
الفنانة سعاد حسين توفيت في عام 2008. الفنانة عطية جباس توفيت في عام 2002. الفنانة ناهد حسين توفيت في عام 2019. الفنانة ثرية إبراهيم توفيت في عام 2015. الفنانة هياتم توفيت في عام 2018. الفنانة هدى زكي توفيت في عام 2014. الفنان نصر سيف توفي في عام 2011. الفنان حمدي سالم توفي في عام 2012. الفنان إبراهيم نصر توفي في عام 2020. الفنان حسن حسني توفي في عام 2020. الفنانة نادية لطفي توفيت في عام 2020. الفنان جورج سيدهم توفي في عام 2020. الفنانة مجدة الصباحي توفيت في عام 2020. الفنانة رجاء الجداوي توفيت في عام 2020. الفنانة نادية رفيق توفيت في عام 2020. الفنان إبراهيم فرح توفي في عام 2020. الفنان أحمد دياب توفي في عام 2020. الفنانة والإعلامية نجوى قاسم توفيت في عام 2020. الفنان علي الغرير توفي في عام 2020. الفنان كامل إبراهيم توفي في عام 2020. الفنان عرفان خان توفي في عام 2020. الفنان علي عبد الرحيم توفي في عام 2020. الفنان محمود جمعة توفي في عام 2020. الفنان محمود رضا توفي في عام 2020. الفنان سناء شافع توفي في عام 2020. الفنان سمير الإسكندراني توفي في عام 2020. الفنانة شيوكار توفيت في عام 2020. الفنانة عايدة كامل توفيت في عام 2020. الفنان المنتصر بالله توفي في عام 2020. الفنان محمود ياسين توفي في عام 2020. الفنان عزة العليلي توفي في عام 2021. الفنان علي حميدة توفي في عام 2021. الفنان مشاري البلام توفي في عام 2021. الفنان يوسف شعبان توفي في عام 2021. الفنانة أحلام الجريتلي توفيت في عام 2021. الفنان سمير غانم توفي في عام 2021. الفنانة دلال عبد العزيز توفيت في عام 2021. الفنان محمد ريحان توفي في عام 2021. الفنان وحيد حامد توفي في عام 2021.
الفنان صادق الدبيس توفي في عام 2021. الفنان هادي الجيار توفي في عام 2021. الفنان زهير رمضان توفي في عام 2021. الفنانة سهير البابلي توفيت في عام 2021. الفنان صباح فخري توفي في عام 2021. الفنان أبو بكر سالم توفي في عام 2017. الفنان فريد شوقي توفي في عام 1998. الإعلامي إبراهيم حجازي توفي في عام 2022. الفنان أحمد حلاوة توفي في عام 2022. الفنانة رجاء حسين توفيت في عام 2022. الفنان جاسم عباس توفي في عام 2022. الفنانة جلا فهمي توفيت في عام 2022. الفنان جعفر الغريب توفي في عام 2022. الفنان جلال الشرقاوي توفي في عام 2022. الفنان زكي فطين عبد الوهاب توفي في عام 2022. الفنان سمير صبري توفي في عام 2022. الفنانة شمعة محمد توفيت في عام 2022. الفنانة عايدة عبد العزيز توفيت في عام 2022. الفنان عبد اللطيف هلال توفي في عام 2022. الفنان عهدي صادق توفي في عام 2022. الفنانة فاطمة مظهر توفيت في عام 2022. الفنانة ليلى نصر توفيت في عام 2022. الفنان محمد حزيم توفي في عام 2022. الفنان مروان السباعي توفي في عام 2022. الفنانة مها أبو عوف توفيت في عام 2022. الإعلامي وائل الإبراشي توفي في عام 2022. الفنان وحيد الصنباطي توفي في عام 2022. الفنان هشام سليم الميلاد 27 يناير عام 1958، الوفاة 22 سبتمبر عام 2022، العمر 64 سنة.